وموقفها من الأزمة السياسية الراهنة، من فكرة الحوار الوطني والدعوات لتغيير النظام السياسي وغيرها من الملفات الساخنة اليوم في الساحة السياسية والبرلمانية، مع ضيفتنا الرئيسية اليوم في ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس الأستاذة وطفة بالعيد، رئيسة الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس. وطفة بالعيد، كان عندكم لقاء مع رئيس الجمهورية، لقاء شارك فيه رئيس حزبكم بوصفه رئيس سابق للحكومة يوسف الشاهد، لقاء لليوم مازال مثار جدل كبير، خاصة بعد البلاغ اللي صدر عن رئاسة الجمهورية والدعوة الصريحة اليوم من قبل رئيس الجمهورية للنظر في مسألة النظام السياسي، النظر أيضا في قضية النظام الانتخابي، بالإضافة للمقاربة الممكنة في علاقة بالحوار الوطني. بأي انطباع خرجتوا من هذا اللقاء، وهل من معلومات أفادكم بها يوسف الشاهد؟ ساعة أنت يعطيك صحة، شكرا على التوضيح، لأنك أنت ركزت وبينت اللي قارئ الجمهورية كان مع رؤساء الحكومات السابقين. دونك يوسف الشاهد ما مشاش بصفته رئيس حسب، بل مشى بصفته رئيس الحكومة سابق، لكن هذا ما يمنعش كيف أن يكون للحزب موقف في هذا الإطار، كما باش يكون موقف للأحزاب الكل، لأنه الحوار مهما كانت، معناها حوار اقتصادي ولا حوار اجتماعي، مهما كانت الآلية للحوار، آلية الحوار هذه تقتضي بطبيعة الحال إبداء الرأي، ما نجموش نحكيه على حوار من جانب واحد. دونك الحوار ومهما كانت آلية الحوار يقتضي الآليات اللي تتبع هذا الحوار من إبداء الرأي، ولا مشاركة الأحزاب السياسية، مشاركة المنظمات الوطنية. دونك بطبيعة الحال نحن كحركة تحيا تونس سيكون ولا لنا موقف، حتى وإن كان مبدئي، خاطر لأنه بعد جزئيات، معناها الأطر الحزبية هي اللي باش تحدد الجزئيات، لكن بالنسبة لنا خليني نقول الحوار اللي هو مش نقوله حوار، لأنه هو رئيس الجمهورية وقت اللي التقى برؤساء الأحزاب السياسية هو بيدوره في البيان متاعه كان نتمعنوا فيه، هو يقول لك أنا عيطت لرؤساء الحكومات السابقين اللي ليس لتشخيص الإشكاليات الموجودة، بل لإعطاء المقاربات التي يمكن أن تترتب عن ممارستهم للحكم. وهنا خليني نقول نقطة، جدل كبير بطبيعة الحال صار كيفاش رئيس الجمهورية استدعى رؤساء الحكومات السابقين وبنى صفة وهذوما ساهموا في الفشل وغيرهم الكلام. جستما فما شكون قال لك كيفاش يستدعى رموز الفشل، شنو عندهم يضيف؟ هاني باش نجاوبك على هذا، ساعة خليني نجاوبك بطريقة كيفاش يقولوها عكسية، ومن بعد نمشي لك الأصل الموضوع. كان صدع الأحزاب السياسية، توا الأحزاب السياسية تقول لك شبي عايت لهذا وشبي ما عايتش لهذا، وأنا ويني وين أنا مش موجود. كان عايت لرؤساء الحكومات السابقين وقولوا عليش، كان عايت للحقوقيين ولا الأساتذة في القانون الدستوري. شوف في تونس تعودنا أي حاجة تصير نحكيو فيها، لكن هذا مش مشكل، هذا من الإيجابيات. أعطيني بركة أنا نقول ما نمشيوش في إطار تهديم أي مبادرة تصير. هو رئيس الجمهورية يقول لك أن الأشخاص هذوما بسلبياتهم بإيجابياتهم بفشلهم بنجاحهم هذوما أشخاص مارسوا الحكم، كتقول استمرارية الدولة يمثلوا استمرارية الدولة، تحب ولا تكره هذوما رؤساء حكومات معترف بهم في إطار انتخابات، في إطار معناها كان باش نشكوا في هذا كل وقت نشكوا زادا كيف العملية الانتخابية ونجموا نشكوا في كل شيء. هذوما أشخاص مارسوا الحكم، دونك هما أكثر أشخاص من أكثر الأشخاص اللي نجموا يعطيوك الجانب العملي، لأنه مثلا أساتذة القانون الدستوري ولا غيره ولا نشطاء في الأحزاب اللي معناها ما مارسوش الحكم ينجموا يعطيوك هما كيف ينجموا يعطيوك رؤى، لكن تبقى الرؤى هذه مثلا من الجانب النظري ولا من جانب التجربة القديمة ولا غيره، لكن رؤساء الحكومات هما اللي باش يعطيوك الممارسة العملية لدواليب الدولة. هذو عباد مارسوا الدولة بأشمالها، كي تقول أنت رئيس حكومة يعرف اش معناها ولات، يعرف اش معناها معتمدين، يعرف اش معناها بلد، يعرف معناها محليات، يعرف معناها حكومة وزراء وغيره من الإدارة التونسية. هذو ما مارسوا الحكم، دونك هما اللي نجموا يقولوا لك شنية العراقيل الموجودة مثلا، شنية الأسباب اللي خلت الأمور ما تمشيش معناها كما يجب. دونك عندهم الواقع وعندهم الممارسة، دونك تجربتهم وخبرتهم بإيجابيتها وسلبيتها، يعني نقولها بإيجابيتها وسلبيتها، لأنه سلبيتها منها هي راهو نتعلم دروس.
خاطر كان جاء عندنا معناها كل شيء وردي وكل شيء لاباس عليه ورؤساء الحكومات الكل نجحوا ساعه رانا ما اضطريناش باش نجيبوا 10 ولا 11 رئيس حكومه. هذه اول حاجه. وراني ثاني حاجه ما تلازيناش باش نعملوا حوار وطني. دونك الاليه هذيا واختيار رئيس الجمهوريه للجلوس في مرحله اولى مع رؤساء الحكومات انا نعتبره توجه سليم ليخلي رئيس الجمهورية يستمع إلى التجارب. طيب على مستوى الشكل، على مستوى المضمون، وشو الانطباع اللي خرجتوا به؟ على مستوى المضمون على الأقل من خلال التواصل مع رئيس حزبكم يوسف شاهد اللي كان حاضر في هذا اللقاء. لا بنشوف معناها اللي 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 تحكي فيه هو اللي ما نجمش نعطيك. انا تعرف المجالس بالامانه ما نجمش نعطيك معناها اشياء، لانه يوسف شاهد كما قلت لك مشى كرئيس حكومه ما مشاش كرئيس الحزب، لكن من الواضح من بيانات رئيس الجمهوريه ومن الخطاب العلني خاطر توا هو الحاجه الباهيه. يمكن فما برشا عباد تنتقد كيفاش رئيس الجمهوريه على المباشر معناها يقدم الحوار، لكن على الاقل كي تتقدم بالخطاب هذاك مباشرة والحوار اللي يصير مع الأطراف اللي يستدعاهم أو كي خليك على الأقل تستمع صوتيا إلى النية مثلا من وراء العمل اللي يقوم به. دونك النية واضحة والقراءة واضحة نسبيا بيسوخ، فما برش حاجات مطالب رئيس الجمهورية باش يوضحها والأطراف المشاركة ولا نحن كحزب سياسي مطالبة بمزيد مطالبين نطالبوا رئيس الجمهورية بمزيد توضيح معناها الأشياء اللي يروم تقديمها. لكن من الواضح اللي رئيس الجمهورية يطرح الانطلاق في حوار سياسي، معناها رئيس الجمهورية لم يتحدث عن الجانب الاقتصادي. يمكن هذايا يمكن هذه قراءة معناها يمكن نجم نقول شخصية، ترك الحوار الاقتصادي للمبادرة مثلا هكا نجم نقول، لأنه الحوار اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية تحدث فقط عن الجانب السياسي، هو اللي باش يقعد مطروح في إطار الحوار الاقتصادي مع المبادرة الاتحاد التونسي الاتحاد العام التونسي للشغل. الحديث اللي تحدث فيه هو اللي معناها خرج للعيان هو رغبة رئيس الجمهورية في مراجعة ولا إعادة النظر ولا تقييم النظام السياسي والنظام الانتخابي. وأنا خليني أقول في الإطار هذايا بقيت عن نظر على شخصيتهم بعد نحكي فيه، رئيس الحزب يوسف الشاهد في مقابلة تلفزية أخيرة في شهر أفريل تحدث عن الموضوع هذا، تحدث على ضرورة تغيير النظام السياسي والانتخابي، تحدث عليه كيف كيف حتى في فترات سابقة. دونك الموضوع هذا ما تروح. أنا بيجي كشخص وانت تعرف يمكن عندي عامين ثلاثة كنت ديما نحكي ونتكلم على ضرورة مراجعة النظام السياسي والانتخابي. لكن شنو اللي يصير محمد؟ نحن في تونس مع الأسف نخافوا برشا من التغيير، نخافوا برشا من طرح المواضيع الهامة والعميقة. معنى أنت تجي تحل تتكلم سامحني وتقول إيجا نحكيو في النظام السياسي ولا النظام الانتخابي معنى منذ مدة، وتقوم الناس الكل كيفاش وبعد 10 سنين والأنظمة السياسية تقعد 30 و 40 سنة ومعناها أول وفما زاد كيف كيف طرح آخر هو نجم يكون طرح معناها طرح موضوعي نجموا تناقشوا فيه ما يقلقنيش. أنا الطرح المغاير لرأيي أنا راه ما يقلقنيش. أنا معناها بالنسبة لي أنا أعطينا الطرح هذاك ولا طرح المغاير نتناقشوا فيه. يقول لك لا مازال ما تمش استكمال هالنظام السياسي، خلينا نزيدوا نستناوه نزيدوا نستناو يستكمل النظام السياسي على اساس الهيئات الدستوريه وغيره، ما زلت معناها ما استكنتش. نحن مثلا كحركه تحيا تونس نقولوا اللي النظام السياسي والانتخابي، ويمكن زاد نمشوا في مرحليه اخرى، راه لازم نمشوا في مرحليه، نجموا نمشوا مثلا في تغيير النظام الانتخابي ومن بعد التفكير في تغيير النظام السياسي، خاطر فما عمليه معقده بالنسبه لتغيير النظام السياسي. جوستومون مش نرجع معاك بعد شوي، نحب نفهم مقاربتكم في علاقه بهذا الملف الحارق واللي تقول انت وطفه بالعيد، وانه كل الاحزاب تقريبا وكل الشخصيات السياسيه يا اما تهرب منه او تتجنبه او تخشاه ربما لمصالح حزبيه. فما شكون اللي بيان سور ضيقه في نفس الوقت اللي فما شكون يقول لك اليوم فما اولويات، الاولويه اليوم الاقتصادي والاجتماعي، الاولويه هي تواصل هذه الحكومه ام ما تواصلش، والنظام السياسي موضوع كبير تو نجيوه في وقت لاحق. شنو تردوا على الانتقادات هذه وشنو مقاربتكم في علاقه بهذا المشكل؟ جاوبنا على السؤال هذا وتوضح لنا باكثر تفاصيل مباشره بعد الفاصل. ببليسيتي وراجعين.
حوارنا مع الأستاذة وطفة بالعيد رئيسة الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس. نحكيه على موقف الحزب من مختلف القضايا والمستجدات الوطنية، وفي مقدمتها الدعوة اللي كان أطلقها رئيس الجمهورية في علاقة بضرورة أنه يكون فما حوار سياسي للبت والحسم في ملف النظام السياسي والنظام الانتخابي. وطفة بالعيد، أنتم من الداعين لفتح هذه الورشة الكبرى، لكن فما شكون ما يشاطركمش الرأي ويقول لك موش وقته، البلاد اليوم في أزمة اقتصادية واجتماعية، البلاد واحلة حتى في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واحلة ماناش عارفين حكومة تمشي ولا تجي، وانت تحكي لي عن نظام سياسي. صحيح الطرح هذا موجود، لكن والأزمة الاقتصادية معناها ما فماش شك اللي معناها وصلنا إلى انهيار، إلى انهيار تام، والانهيار هذا معناها ينجم مع الأسف يؤدي إلى انهيار كل مؤسسات الدولة، وهذا ما نتمناهوش. معناها المعطى الاقتصادي هذاك المعطى كما يقولوا يزمي الشاغل اليومي، معناها هذاك ما فيهش نقاش. لكن خليني نرجع لك على مسألة التوقيت. أنا عندي فما حاجتين عندي منهم حساسية. مسألة التوقيت، لأنه وقت اللي نحكيه عليه مثلا في 2019 يقولك مش وقته، تحكي عليه في 2018 يقولك مش وقته، تحكي عليه في 2020 يقولك مش وقته، تحكي عليه في 2021 يقولك مش وقته. وقت اللي يوسف شاهد كرئيس حكومة وقت عمل تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، وقت تقال كلام كبير، تقال ما يجيش في عام الانتخابات نغيروا قوانين اللعبة، اللي هو قانون انتخابي تحط في معناها على المقاس الأقصى وغيره. دونك ريت قد ما نوخروا، هنا هذه مشكلتي اللي لازمنا نفهموها، وكي نحكموا صوت العقل ونحاولوا معناها نفسروا الاشياء تو نفهموا المغزى من هذايا. اذا كان نوخروا هالعمليه هذيا نتاع الاصلاحيه ولا العمليه النقاش ولا عمليه الطرح هذيا، زيد توخرها لعام اخر، وانت عام اخر عندك انتخاب المجالس الجهويه والبلديات، و2024 عندك به يجي، وتو نقعدوا ديما في ازمات وديما يقول لك الموضوع هذايا مش وقته. دونك راهو إذا كان نحكيه على ندخله في منطقة التوقيت، رانا ديما باش نلقاو مبررات للهروب، لسياسة الهروب أنا نعتبرها إلى الأمام، واللي تخلي المواضيع هذية ما دو فون، المواضيع جوهرية، مانيش باش المواضيع العميقة مانيش باش نخلطول. شنو اللي يمنع أنا نقول أن ينطلق الحوار هذية بين الفاعلين الكل؟ علاش نقول الأمر هذايا؟ لأنه كما قلت لك قبيلة ياسر نخافوا نحن في تونس من كينا باش نمسوا حاجات مقدسة، كينا باش نمسوا حاجات مقدسة. لا، راهو الدستور ماهوش مقدس، الأنظمة السياسية مش مقدسة، نظام الانتخابي ماهوش مقدس، قانون الأحزاب معناها مازلنا نخدموا بمرسوم. راني خليني نذكر السادة المستمعين، وانت بدك تعرف رانا من 2011 إلى هذا الكل ما لقيناش الوقت اللي هو نص مؤقت يفترض اللي في التسعة سنوات هذوما، وانت في نظام ونحن في نظام شبه برلماني. الركيزة الأساسية متاع نظام شبه البرلماني شنو هو؟ هو الأحزاب السياسية، ومن خلال الأحزاب السياسية البرلمان. ونحن مازلنا من 2011 نحكيه يعني على مرسوم، صدقني أبسط أباجديات، وانت تعرف وسيد المستمعين يعرفوا أبسط أباجديات التكوين الأحزاب مش موجودة، لا من ناحية التكوين، لا من ناحية المراقبة، لا من ناحية معناها فيه العديد من المقاطع. نحن مازلنا 10 سنين وما مسيناهش، معناها قعدنا 10 سنين ونحن نتعاركوا، وقعدنا بطبيعة الحال في الصراعات السياسية، وقعدنا في الجزئيات، وقعدنا في برش حاجات، والأمور الأساسية والجوهرية ما تخلناش فيها. يا سيدي خلينا ندخلوا فيها. إسكو نحن مستعدين كشعب تونسي ولا كأحزاب سياسية ولا كفاعلين سياسيين، مازلنا مستعدين ندخلوا مغامرات انتخابية أخرى بنفس الآلية الانتخابية، بنفس النظام السياسي وبنفس القانون الانتخابي؟ من يعطل هذا وطفة بالعيد؟ الناس الكل، الأحزاب السياسية، نسكل معناها ما نجمش نعطي. بطبيعة الحال فما لوم يوجه أكثر للأغلبيات اللي موجودة معناها داخل البرلمان والأحزاب الكبرى هذية، معناها حد ما ينجم ينكروا، لكن خليني نقول الفاعلين السياسيين الكل معناها أخطأنا في الأشياء هذية. وحتى كان فما فاعلين سياسيين كانوا يناديوا ولا يقولوا إيجا أن نمشيوا في الحوارات العميقة، ما تلقاش استجابة. يعني وطفة بالعيد رئيسة الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، نفهم من كلامك وأنه أنتم مع حوار سياسي بالتوازي مع حوار اقتصادي واجتماعي، هل هذا يكون في إطار حوار شامل أم
في إطار فصل المسارات؟ والله شوف أنا ما نجمش نعطيك موقف نهائي لأنه بطبيعة الحال هيك الحزب تجتمع وتحدد الآليات، لكن الفكرة العامة هو أن يكون موجود هذا الحوار السياسي. يعني أنتم بالنسبة لكم حوار اقتصادي واجتماعي ما غير حوار سياسي ما عنده حتى معنى؟ ما عنده حتى معنى. علاش ما عنده حتى معنى؟ خليني فما نقطة هامة نحب نقولها. كنا نعرفوا اللي الاقتصادي اللي هو توا أنت ماشي باش تصحح الحكومة باش تصحح اتفاق مع صندوق نقد الدولي. والأحزاب تقول لك ما في باليش فتحوا بالعيد. وهذه طامة أخرى. هذه طامة أخرى. خليني نقول لك حاجة. إذا كان أنت صححت الاتفاقية. إذا كان ما صححت الاتفاقية هذيك معناها الطامة الكبرى. وإذا كان صححت الاتفاقية مش معناها راهي البلاد باش تولي جنة راهو فما انفس باش يتعطى كما يقولوها للمالية العمومية، ولكن هذاك الكل باش يترتبوا عنه إصلاحات جوهرية عميقة موجعة على الناس الكل. به أنت هالإصلاحات العميقة والجوهرية اللي باش تعملها وقت في إطار الإمضاء على الاتفاقية، أول حاجة قبلها اسمك الموافقة الاتحاد التونسي للشغل، هذا ما فيهش نقاش وما فيه جدل، ويزمك كيف كيف السند يكون عندك من الأحزاب. علاش من الأحزاب؟ لأنك في نظام شبه برلماني يلزم الإصلاحات اللي باش تقوم بها ما تكون في إطار قوانين، الإصلاحات اللي باش تقوم بها يلزم الأحزاب السياسية تمررها لك. دونك الأزمة السياسية كي عطيتك الأمثلة هذو ما حبيت نفسر لك اللي الأزمة الاقتصادية مربوطة بالأزمة السياسية، مربوطة بالأحزاب بالنظام الانتخابي بالنظام السياسي اللي عندك. دونك ما تنجمش تدخل في حتى إصلاح للمالية العمومية بدون الإصلاح السياسي، من غير خاطر فما كان بدون ما من غير إصلاح سياسي. تقولي أنت توا باش نمشي أنا في الحكم توا مزروع باش نمشي في الحلول الترقيعية، والحلول معناها اعطيني نسلك روحي اليوم، اعطيني نسلك روحي الشهر، اي قديش باش نقعد لا يقلق تجيب قديش باش نقعدوا في اطار خل نسلك روحي شهر هذا نسلك روحي شهر ثاني، به ان شاء الله نسلكوها شهر الاول وشهر ثاني. اما راهو يلزم يجي نهار اللي راهو يلزمنا نمشي والاشياء اخرى ولهنا الاشياء الاخرى اللي باش نمشي ولها. خليني نقول للعباد اللي ما تحبش تمشي في اتجاه تغيير المنظومة، واللي هي تعتبر المنظومة هذه إيجابية، ولا المنظومة هذه باهية أما الفاعلين السياسيين هما اللي انحرفوا بها، ينجم يكون الجانب هذا موجود، رو انحراف الأشخاص في ممارسة السلطة ينجم يكون موجود، وهما زوز موجودين، فما انحراف في ممارسة السلطة وفما انحراف أنا نعتبره في النظام السياسي والمنظومة التشريعية بصفة عامة. إذا كان نحن شيء هذايا ما نمشيولوش توا، وقتاش باش نمشيولو؟ ماناش باش نمشيولو لأنه مشاكلنا ماشي وتتعمق. وفما نقطة أخرى أنا نحب نأكد عليها، وعليش أنا كشخص من داعمي تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي، وفي الحزب كيف كيف ماشيين في نفس التوجه. أنا نعتبر النظام اللي تعمل من 2010، خليني نقول المنظومة القانونية والتشريعية الكل، القانونية والسياسية والتشريعية والدستورية اللي تعملت في 2011، ترتب عنها أنا هذه النتيجة اللي عندي أنا توا الحتمية، ترتب عنها تفكيك للدولة. الدولة شتتناها، عملنا نظام سياسي فيه رأسي للسلطة التنفيذية، عملنا نظام سياسي فيه رئيس الجمهورية يقع انتخابه مباشرة من الشعب بصلاحيات محدودة، عملنا رئيس حكومة اللي عنده صلاحيات كبيرة برشا وهو ماهوش منتخب مباشرة من الشعب، بل هو معناها يقع اختياره وكو حكومته تتكون بالرجوع إلى الأحزاب السياسية باعتبار أنت في نظام شبه برلماني، عملنا هيئات دستورية ما شاء الله من الهيئات الدستورية. صدقني أنا كنت تسألني توا عليهم توا تنقول لك فما اللي نسيتهم. الهيئات الدستورية اللي كوناهم وفما اللي مازلنا ما كوناهاش. شا عملنا آخر؟ عملنا البلديات اللي هي اعتناها التدبير الحر، وما أدراك من التدبير الحر، وما أدراك من التدبير الحر وانعكاساته على إدارة الشأن المحلي. به نزيدك عنا عملنا ما شاء الله معناها جهابذة طلعنا مع خليني يقولها في القانون وفي إرسام معناها هالمنظومة هذية اللي كل مرة عنا هيكل جديد. عملنا جماعة مجال جماعات محلية،
وعنا انتخابات المجالس الجهوية عام الجاي من عارش كان بشتير ولا لا، واللي هي كيف كيف باش تزيد تحقق يا ذنوبي، لكن المنظومة موجودة، المنظومة التشريعية متاحة موجودة، هذيك اللي هي باش تزيد تفكك في المنظومة. دونك أنا كي تشوف هاو يعني انتم مع تغيير نظام سياسي نحو نظام رئاسي معدل؟ لا شوف، فيه اكثر صلاحيات لرئيس الجمهورية، فيه دور اقل للاحزاب السياسية. ما نجمش نعطيك بصفة دقيقة باش نكون صريحة، انت تعرفني معناها ما هو حزب كي طالب بتغيير نظام سياسي لازم يكون عنده تصور واضح، لكن تصورك انت زاد مرتبط كيف كيف بتفاعل بالتفاعل مع الاطراف الاخرى وغيره، فهمت؟ دونك ما نجمش نعطيك بصفة دقيقة على مستوى النظام السياسي، لكن نجم نقول لك على مستوى النظام الانتخابي المقترح هو الانتخاب على القائمات بدورتين ولا على الأشخاص بدورتين، خاطر علاش هالانتخاب على دورتين يمكن في كل عملية انتخابية يعمل فرز، يعمل فرز وكما نحن نقولوا الغربال، دونك تتصفى الناس الكل واللي تعدى في الدور الاول اللي تنطر في الدور الثاني، ولا معناها على الأقل. وحاجة أخرى يفرز لك معناها أشخاص قادرين معناها بعد الغربلة اللي تصير، ويفرز لك أغلبيات. أنا شنو مشكلتي مع النظام الانتخابي الحالي؟ خلي النظام السياسي، أنا شنو مشكلتي في النظام الانتخابي الحالي وبالممارسة؟ خاطر كنا مارسنا الدولة ونعرفوا دوالي بالدورة وكيفاش تتم، وكنا في أحزاب وغيره. وقت اللي أنت تحط هالنظام هذايا للنظام الانتخابي اللي هو الناس كل تعرف ما ينجم حسابيا ما ينجم يعطي حتى أغلبية للحكم، صحيح ولا لا؟ شنو يترتب عليه هذا وقت اللي انت تخرج لك نتيجه الانتخابات كمبالغ اللي يحطوه لنا؟ اول حاجه شنو تخمم فيها؟ ماك انت باش تمرر القوانين نتاعك في اطار مجلس النواب ولا بالتحوير الوزاري ولا غيره، ماك عندك اغلبيه، عندك 109 بالنسبه للقوانين العاديه وعندك 145 بالنسبه للقوانين الاساسيه، هكا ولا؟ دونك اول تفكير يصير شنو باش تنجم تحكم، باش تنجم تكون حكومه، شنو يلزمك تعمل؟ ما يلزمك تجمع، ولينا عندنا أرقام، ولينا نحسبوا بالأرقام، عندي كتلة فيها 50 أي نزيدها 30 من هنا نزيدها 20 من هنا، وهذا يراهو خليني أقول بكل صراحة فيه عملية سياسية، لكن العملية السياسية تصبح مبررة بمقتضى القانون الانتخابي، هكا ولا لا؟ مادام القانون الانتخابي ما عطاكش أغلبية تكون عندها 100 ولا على الأقل 105 ولا اللي هي تنجم تزيد. طيب مثلا نظام اقتراع على دورتين وطفى بالعيد بعتبة أم لا؟ للنقاش، ما نجمش نعطيك إيش نقول، ما نجمش لأنه اليوم فما شكون حتى يدعو لعتبة ب 10%، يقول لك تحب أغلبية نحبوا أحزاب قوية بعتبة كبيرة خليها تفرز، خلي الغربة اللي يختم على روح. شوف أنا الحاجة اللي نقولها ومعنيها باسمي وباسم بطبيعة الحال الحزب، خلينا خاطر التغيير النظام الانتخابي ولا المنظومة السياسية كلها كنا نعرفوا اللي راهو يلزمها اتفاق، معناها ما تنجمش وحدك انت تغرد خارج. شاهد في وقت سابق دعا لنظام اقتراع على نطاق وطني وطفى بالعيد. نعم هذه مبادرة، هذه فكرة زاد كيف ما شو تصوركم في الجانب هذا؟ هو شوف هذايا اول حاجه يقلص لك من عدد الدوائر الانتخابيه اي، دونك فيه ميزات. اما خليني نلاحظ حاجه، شفت كل نظام اقتراع ولا كل نظام سياسي نجمو نقترحوه راه كل نظام فيه ايجابيات نتاعو وسلبيات، فما شكون حتى يدعو لنظام مختلط. هذاك علاش ما فماش نظام مثالي. راهو انا نقول حاجه بركه خليني نقولها وناكد عليها، خلينا نعملوا نظام سياسي ونظام انتخابي وإصلاح ولا اللي نجموا ندخلوه في المنظومة هذه بقطع النظر على الآلية اللي خدمنا فيها بها في 2011. وأنا نتفهم اللي في 2011 وقت اللي جات الأطراف الكل تحط في الدستور وتحط في النظام السياسي والانتخابي والمنظومة، جات ردة فعل على النظام السابق ورغبة في معناها فسخ اللي صار في النظام السابق، النظام السابق كله طغى وفاسد وغيره، دونك عملنا نظام. هذا الناس كل تقولوا حتى المعارضة ولا الأحزاب اللي معناها كانت ضد النظام كانت تقول اللي راهو التفكير اللي كان موجود وقتها في المجلس التأسيسي ولا غيره كان ردة فعل. دونك عندنا نظام رئاسي يلزم النظام الرئاسي، عندنا دستور صارت فيه انحرافات يلزمني نمشي إلى غيره. وقت اللي مشينا إلى نظام آخر ما مشيناش إلى نظام بالرجوع إلى الأرضية اللي عندك، المجتمع التونسي، الأرضية الحزبية، الأرضية السياسية. هذا مربط الفرس وطفى بالعيد.
دونك هذاك علاش توا يلزمنا. ربما اللي تطرح فيه جدير بالتمعن، لكن فما شكون يقول لك هذه قضيه النظام السياسي والنظام الانتخابي كلها اوهام في اوهام، لانه حتى لو غيرنا النظام السياسي ولو غيرنا النظام الانتخابي نفس الوجوه، نفس الطبقه السياسيه، نفس النخبه السياسيه اللي وصلتنا للمازق هذه مش تلقاوها. فبالتالي المشكل في الاحزاب والتنظيمات السياسيه، المشكل في النخبه السياسيه والطبقه السياسيه. اليوم عندنا نواب عندهم تهم وتلقحها على خاطر النظام الانتخابي شبهات فساد ويتحسنون بالحسنة البرلمانية. النظام الانتخابي عندك رؤساء حكومات سابقين ووزراء سابقين تلاحق فيهم شبهات فساد. اليوم عندك رجال أعمال وبعض منهم حتى كناطرية وصلوا لمجلس نواب الشعب لا لشيء، خدمة لمصالح ما عندهم حتى علاقة بالسياسة، ما عندهم حتى برنامج، ما عندهم حتى تصور للبلاد. محمد سهلة الإجابة، ريت لي تحكي في الكنادرية وغيره 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 وغيره. سمحنا نحكيو على كتلة ديماكس في البرلمان وطفى بالعيد. بيان سور، كان جاء عندنا قانون انتخابي موجود فيه الضمانات القانونية وتحسين البرلمان والانتخابات التشريعية والرئاسية، راك ما عندكش الأشياء هذه. نحن عندنا قانون انتخابي محلول. انت شفت الترشحات في رئيس الجمهوريه، معناها شيء مضحك ومقرف في بعض الاحيان. علاش؟ لانه فما عبرش انا، وهذاك علاش انا نقول اللي يقول الكلام هذايا واللي معناها يعتبر اللي الكلام هذا من شانه ان يسكر به الباب على اي تغيير للنظام السياسي والانتخابي، بالعكس هو الفكره اللي قالها هي اللي تخليه يمشي الى تغيير، لأنه تغيير بعض القوانين ووضع بعض الشروط وتحسين العملية الانتخابية التشريعية والبلدية والرئاسية هو اللي يخلي مثل هاته المعاملات والأشياء ماهيش موجودة. علاش قلت لك خلينا نبدأ إجا نقعدوا على الأقل نقيموا، بالكش أنت تقنعني، بالكش أنت كترف تقنعني اللي نظام هذا هايل، شو المشكل؟ خلينا نتعلم نتناقش. وانا نقنعك اللي راهو فما هذه سلبيه. حوار وطني تحت اشراف رئاسه الجمهوريه، تحت اشراف شخصيه وطنيه مستقله، تحت اشراف منظمات وطنيه، هذايا من العقبات اللي ممكن تعترضكم وطفى بالعيد. باش تعترض الناس الكل. خلينا نكون واضحين. مش معنى خلينا نكون واضحين، يخلي يخرج مسؤول في الدولة سواء كان رئيس الجمهورية ولا الأطراف اللي باش تقوم بالعملية هذه ولا باش تشرف، يقول أنا راني مثلا نقترح تكون فما عندنا رؤية واضحة. علاش كيما التوا مازلنا شنو تقترح؟ شوف لو تمسك الرئيس بموقفه، لو فما شكون حتى يحكي على إمكانية الذهاب لحوار وطني دون رئيس الجمهورية. لا بطبيعة الحال إذا كان تعطل لغة الحوار، لكن خليني نقول دعوة إلى رئيس الجمهورية خليه يفسر هل اللقاء اللي قاموا ولا هالمبادرة يخرجوا يوضحونا بصفة دقيقة. مثلا إذا كان هو حوار اقتصادي مثلا بإشراف رئيس الجمهورية، يقولوا راهو هذا حوار اقتصادي سواء حوار سياسي مثلا، ويقولوا اذا كان فما توجه ولا تفريق معناها الحوارات، يقولوا راهو الحوار الاقتصادي باش يقودوا الاتحاد التونسي للشغل. معناها خلينا نكونوا واضحين في التوجهات وفي الرؤى، وخلينا نحطوا تواريخ للعمليه هذه باش ما نقعدوش في الضبابيه. الرئيس يقول لك ما نحبش حوار على شكله الحوار السابق، فبالتالي نظريا يفترض رافض لفكره منظمات وطنيه تشرف على الحوار. لا ما نتصورش كان واتحاد الشغل كان رد عليه. لا ما نتصورش كان، لا يظهر لي على الحكي ما نتصورش كان رئيس الجمهوريه ينجم يتحاور. اليوم فما حديث على الشخصيات وطنيه، فما حتى اسماء متداوله ممكن تتراس هذا الحوار. سمعنا امين محفوظ استاذ القانون الدستوري، سمعنا محمد الناصر رئيس السابق للبرلمان، سمعنا عبد الواحد المكني رئيس ندوة الجامعات. خلي يتفقوا يخرجونا آلية حوار، مثالش خلي يتفقوا يخرجونا آلية الحوار. لكن أنا خليني أقول حاجة، راهو بدون آلية من غير آلية الحوار سواء كان السياسي ولا الاقتصادي والانطلاق فيه فورا بصفة واضحة وبدقة وبأجندة واضحة على مستوى التاريخ، تواريخ رانا ماناش باش نخرجوا من الأزمة وباش نقعدوا هالساق
تغرق ساق وباش نقعدوا في الحلول الترقيعية والوقتية اللي هي ما باش تؤدي كان إلى تفاقم الأضرار الموجودة. نتمنى وأنه ما نوصلوش إن شاء الله بطبيعة الحال. وهذا دورنا باش نكون ما نايلوا المطالب بالتمني وهذاك دورنا باش ندفعوا إلى تفعيل العقل وتحكيم العقل. يزينا تعبنا تعبت ناس كلها من الشعبوية من خلينا نحكموا شوية العقل. مجموعة من الأسئلة بشكل برقي في خضم الورشة الكبيرة هذه اللي تحكيوا عليها وتدعيوا لفتحها في تحية تونس واطفة بالعيد، شنو موقع ومصير ومستقبل هشام المشيشي وحكومته؟ مصير هشام المشيشي واضح عبر الآليات القانونية والدستورية، يا باش يقدم هو استقالته إذا كانت تتأزم الوضعية مع رئيس أكثر من التأزم هذا واطفة بالعيد؟ أكثر من اللي صار في سيدي حسين؟ أكثر من الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟ أكثر من الوضع البرلماني الحالي؟ لا أعطيتك الآليات القانونية أكثر من حكومة اشترها بالنيابة؟ وهذا مش معقول، أنا أعطيتك الآليات القانونية والدستورية ما دخلتلكش في حاجة أخرى، وهذا يقعد خيار شخصي، وإلا باش الكتل البرلمانية والأغلبية البرلمانية والحزام السياسي يصوتوا لائحة لوم وترجع. لكن هاو شنو اللي عايشين فيه؟ ريتل هالمناخ السياسي اللي عايشين فيه الكل المبادرة وين باش ترجع فان كونت؟ كان باش يستقيل بشكون باش يرجع المبادرة لرئيس الجمهورية، وإذا كان باش ينحيه البرلمان ترجع المبادرة. دونك علاش ما حكيتش على الفرضية الثالثة اللي هي بقاء واطفة بالعيد؟ لا لا انت وكأنك ضمنيا تعترف وتقر بأن هذه الحكومة انتهت سياسيا. لا لا لا. أنا أشوف أنا ضمنيا راني ما نتكلمش ضمنيا، أنا حكيت لك على الآليات الدستورية. وأنا سألتك على موقف تحية تونس. وأنا ما عطيتكش لا لا حول مصير هذه الحكومة. نرجع لك هاو باش نرجع لك الموقف موقف تحية تونس واضح. هذه الحكومة فيها العديد من النقائص والإخلالات. على مستوى الوضع الصحي يظهر لي تكلمنا بما فيه الكفاية على الإخلالات وعلى سوء إدارة ملف الصحي بالنسبة للتوينس على مستوى التلقيح، ولا هنا المسؤولية مشتركة بين الحكومة الكل، لأنه ما نجموش نحملوا مسؤولية لوزير الصحة فقط، هذه مسؤولية حكومة كاملة. نحن حكومة كاملة ما خدمتش في إطار معناها التضامن في إطار مكافحة الجائحة هذه. ثم أزمات قاعدة تصير داخل الحكومة في إطار الوضع الاقتصادي وفي إطار تأخير في المفاوضات. خليني نذكر راهي المفاوضات توقفت عندها سنة، وتأخرت الحكومة في إطلاق هذه المفاوضات. لكن خليني نقول لك الحقيقة متاع الوضع شنو. إسكو أنت توا تنجم تمشي في إطار إسقاطها ولا تغييرها بأي آلية كانت اللي هما قلت لك زوز آليات، وأنت توا مقبل معناها في جمعتين في ثلاثة في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إشكم شي صحح فيه الاتفاق؟ وأنت قبل ما يتصحح الاتفاق مش هما مفاوضات توا؟ أنت الحكومة قداش نقعدوا نحن باش نكونوا حكومة جديدة؟ أنت تعرف على الأقل 4-5 أشهر. لطفي زيتون القيادي السابق في النهضة الوزير السابق كان ضيفي الأسبوع هذا ويقول لك الحل الجذري لهذه الأزمة هو نمشيه في 3 شهور الانتخابات السابقة لأوانها، وهذه الحكومة تتحول لحكومة تصريف أعمال. قانونيا ما هوش ممكن انتخابات سابقة بأنا آلية نجمو نعمل انتخابات سابقة لأوانها بأنا آلية عندكش الآلية، ويلزمنا نخدموا في إطار القانون. نحبوا نخدموا في إطار القانون ولا نحبوا نخدموا في إطار الدستور ولا نحبوا نخرجوا ولا نخدموا خارج الإطار نتاعو؟ ما فماش إمكانية للانتخابات التشريعية حاليا. يعني نفهم من كلامك واطفة بالعيد كتحية تونس وكتلتكم في البرلمان ما زلتم متمسكين بهذه الحكومة، تراوها ناجحة ومن الضروري أنها تواصل وتبقى على رأس الدولة؟ أنا كنت نوضح الحكومة هذه عليها العديد من الانتقادات، ومن أهم الانتقادات هي إدارة الأزمة الصحية، إدارة الأزمة الاقتصادية، إدارة الأزمة الأمنية على مستوى العلاقة مع رئيس الجمهورية. لكن الظرف الحالي وانت توا في قلب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي هو كما قلت لك باش يعطينا شوية انفس اقتصاديا ورؤية على مستوى المستقبل القريب، وانت توا عندك مراجعات وانت عندك توا الوفود قاعدة تجي، كيفاش انت تنجم على المدى المتوسط؟ فهمت موقفك على المدى القريب، على المدى المتوسط نجم نواصلوا بهذه الحكومة؟ لا ما نجموش الكيفية بهذه الوضعية. ذاك علاش قلت لك يلزم الحوار، لانه عندك وزراء رفض تفعيل الحوار التحوير الوزاري واطفة بالعيد. رئيس الجمهورية رافض تفعيل شو البديل إذن؟
تحوير وزاري أشمل يبقى المشيش ونعمل حكومة سياسية حكومة جديدة. كل الحلول مطروحة. كل الحلول مطروحة. بما في ذلك تشكيل حكومة سياسية بقيادة هشام مشيشي. شوف ما نجمش نعطيك سيناريو. أنا بالنسبة لي توا حاليا عندنا أزمة. توا عندك حكومة مشلولة علاقتها متوترة مع رئيس الجمهورية وعندها معناها وزارة تخدم بالنيابة. معناها هذه استحالة. لكن الوضعية هذه توا في الشهر هذية ولا في الجمعة هذه بجمش تحلها. عندك محطة هامة وهامة جدا هي النقاشات مع صندوق النقد الدولي اللي هي أكبر ضرورة. بعد النجم نحكيه على الحكومة الأمثل في الإطار هالانتقال هذية. خد علاش قلت لك كي ندخلوا في حوار على المنظومة السياسية الكل راك باش تمشي الجانب بجانب. أما تقولي توا نعمل حوار ويظهر هذاك رئيس الجمهورية اللي يقصد به اقتقال على الحوارات التقليدية، معناها باش نعمل لنا حوار ونقعدوا على الطاولة حوار نتاع بوسخوك وبرا ما عادش مسموح حقيقة. ما عادش مسموح. وطفة بالعيد بيجز موقفكم من عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية كيفاش تراو الحل والمخرج؟ نحن صوتنا على معناها ككتلة صوتت على التنقيحات. رئيس الجمهورية كان له رأي آخر، رأي مخالف اللي نجم نقوله اللي راهو يبقى خطر هذايا. فما راهو ساعة نغيب وشتر المعلومة. راهو رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على التنقيحات هذا لا يعني أن المحكمة الدستورية راهي وفات. المحكمة الدستورية تنجم تكمل تتكون بالقانون القديم نتاعها. دونك ما على الأحزاب السياسية والكتل الفاعلة في مجلس النواب واللي هي تحكم من 2010 يعني خلف البرلمان بالنسبة لك مش عند رئيس الجمهورية. لا رئيس الجمهورية شوف أنا واضحة قلت لك رئيس الجمهورية رفض الإمضاء. الأجيال فات وانتهت. دونك الموضوع توية. علاش تحبني نقعد أنا نقعد ونحن نحكي في مواضيع تويت وما نمشيش أنا الحل. الموضوع تتوي رفض باش يصحح. الأجيال انتهت. شو بقى عندي؟ بقى عندي القانون القديم موجود. الكتل والأحزاب اللي رفضت من 2015 ولا من إرساء المحكمة الدستورية في الانتخاب ما عليها كانت تحرك روحتها والناس كل ولا توا تحب على المحكمة الدستورية اللي هي لازمة. لأنه خليني نقول لك كي باش تدخل أنت في إصلاحات والمنظومة السياسية وغيره كل كسوارك في حاجة إلى المحكمة الدستورية. يا سيدي هاي خلي الأحزاب الحاكمة اللي هي توا تجري على المحكمة الدستورية ترجع تختار وتكمل تستكمل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. معناها تحميل المسؤولية أنا راني موضوعية مش على خاطر معناها رئيس الجمهورية وقت الجاي جاي عنده عام به عطلها. هو عنده قراءة ورؤية مخالفة عطلها وقال أنا ما هيش رؤيتي هذه مش باش نصحح. لكن أنا عندي زادة كيف المحكمة الدستورية راقدة وما تكونتش على خاطر صراعات سياسية والمحاصصة الحزبية كالعادة والقانون متاحة اللي هو يحتم باش تكون المحكمة الدستورية في قلب الصراعات السياسية. وطفة بالعيد رئيسة الهيئة السياسية لحركة تحية تونس نحب نشكرك شكر خاص. شكرا لك على حضورك معنا. شكرا على كل هذه الإفادات والتوضيحات في علاقة بموقفكم بما يجري اليوم في الساحة السياسية. في ختام هذا العدد من برنامج هنا تونس محمد يوسف وكامل.